ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعانا خبر من البنك المركزي بيقول إن البنك المركزي أعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، فاحنا عاوزين نعرف معلومات أكتر عن هذا الخبر. معانا على التليفون دكتور عز الدين حسنين، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير استاذة مارينا، ازي حضرتك يا فندم؟ صباح النور يا فندم، منورنا في صباح مين. أهلا بيك، أنا ربنا يخلي حضرتك. دكتور، عاوزين نتكلم عن نسب الارتفاع في الاحتياطي الأجنبي. تمام يا فندم، اهلا بحضرتك استاذة مارينا واستاذ مايكل، وطبعا جميع مشاهدي نساب النهارده طبعا، وكل عام وحضراتكم بخير، مصر كلها بخير يا رب. طبعا البنك المركزي اعلن يوم 6 اغسطس 2023 ارتفاع الاحتياطي النقدي الدولاري ب 72 مليون دولار. وصل الاحتياطي بعد الارتفاع 34 مليار دولار و 880 مليون دولار. يعني تقريبا بنقترب من 35 مليار دولار. الزياده قد تبدو للبعض من الناس ان هي زياده قليله. يعني ايه 72 مليون دولار؟ لا، هي في حقيقه الامر مش ال 72 مليون دولار. الحقيقه ان هي عباره عن محصله ما تم من ايرادات الدوله خلال شهر يوليو اللي فات من الدولارات اللي دخلت على مصر وبعد سداد كل الالتزامات اللي علينا. فبالتالي دي قد تكون عباره عن مليارات دخلت وقدامها مليارات تم سدادها، والصافي بيضاف للاحتياطي اللي هو ال 72 مليون دولار. طبعا ده دلالته ان احنا في عندنا الحمد لله بدا فيها حركه كويسه في حركه الدولار، بدات الموارد الدولاريه يعني تيجي لمصر خلال الفتره اللي فاتت، واهمها طبعا او مدفوعه بالسياحه الحمد لله، كانت يعني طفره كبيره جدا خلال الفتره اللي فاتت ومستمره لحد دلوقتي الحمد لله. صحيح. دكتور، لو قلت لحضرتك ان فكره الشهادات الدولاريه كان لها تاثير بشكل مباشر في زياده الاحتياطي النقدي؟ لا لسه طبعا، دي بيانات يوليو اللي فات، الشهادات صدرت اغسطس. فاعتقد ان هو لسه يعني بيانات الشهادات لسه ما ظهرتش على الدوله او على البنوك عموما، واعتقد ان يعني لسه البيانات ما صدرتش من البنكين الاهلي ومصر يعني بخصوص قيمه هذه الشهادات قد ايه يعني. وبعدين دي اصول خاصه بالبنوك، طبعا مش هيبان تاثيرها في الاحتياطي دلوقتي خالص يعني. طب يا دكتور، احنا عاوزين نتكلم ان العالم بيواجه ازمات اقتصاديه كبيره قوي، فازاي في وسط الازمات دي كلها قدرنا ان يبقى في ارتفاع في الاحتياطي الاجنبي في مصر؟ يعني ده مدفوع زي ما قلنا من شويه، اللي هو مدفوع بالسياحه. واحنا عندنا حركه نشطه جدا خلال الفتره اللي فاتت في موضوع السياحه في يوليو اللي فات ويونيو. طبعا التغير المناخي اللي حاصل، درجات الحراره المرتفعه جدا، التغيرات الشديده والقاسيه على العالم خلال بدايات الصيف، كل ده طبعا خلى طبعا مصر واجهه سياحيه رائعه جدا خلال الفتره دي، خصوصا ان نتمتع بالشواطئ والسياحه الشاطئيه رائعه جدا. بخلاف طبعا ان احنا عندنا كرنسي ديفالويشن، او عندنا العمله برضو منخفضه بنسبه كويسه قدام الدولار، فده بيتيح للسائح برضو ان يجد ان مصر واجهه الى حد كبير من ارخص الواجهات اللي موجوده في العالم يقدر ينفق فيها. فده كلها عباره عن يعني محصله لمجهودات الدوله خلال الفتره اللي فاتت في موضوع السياحه. صحيح. طب يا دكتور، لو عايزين نقول للناس او نبسط الموضوع اكتر، نتكلم عن الاحتياطي الاجنبي، يعني ايه الاحتياطي يا فندم؟ وده هيفيدني انا كمواطن في او كدوله. تمام يا فندم، الاحتياطي باختصار او ببساطه قوي، الاحتياطي عباره عن تحويشه صغيره بخليها على جنب عشان اواجه بيها التزامات جايه لي قدام، زي المواطن العادي كده البسيط لما بيبقى عنده مثلا دخل معين، والله انا هحوش مبلغ معين كل شهر عشان اواجه اي ازمه تحصل لي خلال الفتره اللي جايه، بيجي لي مثلا ادويه مفاجئه، بيجي لي سفريه مفاجئه، اي حاجه طارئه عليا. كذلك الدول بيبقى لها تحويش على جنب بنسميها الاحتياطي، بس من العملات الاجنبيه واهمها طبعا الدولار. بتعين شويه دولارات بتجيلها لان عندها عائدات من الدولار بتجيلها من السياحه، من التصدير، من تحويلات عاملين في الخارج، من استثمارات اجنبيه مباشره وغير مباشره، عائدات قناه السويس، كل الحاجات دي كلها بالاضافه طبعا للارباح اللي جايه لي من المؤسسات المصريه اللي موجوده في الخارج، كل دي عباره عن محصله الدولار اللي داخل للدوله. بطرح منه طبعا الالتزامات اللي عليا زي اي مواطن عادي بيصرف من دخله، وبالتالي بيفضل لي باقي كده بعينه جوه هذا الاحتياطي. احيانا بيبقى جوه الاحتياطي كمان او برضه قروض، انا باخد قروض من الخارج، باخد قروض من مؤسسات، باخد قروض من بنوك خارجيه بضيفها عندي على الاحتياطي لان باخدها بالعمله الاجنبيه. ده كله بسميه الاحتياطي.
فبالتالي ده مهم جدا طبعا للدوله، لانه الاحتياطي بيمثل نتاج نشاط الدوله خلال عام مالي من العمله الاجنبيه وعلاقتها بالعالم الخارجي. زي ما قلنا مكوناته اللي هي السياحه والتصدير والاستثمار الاجنبي، فدي كلها بتبين لي قد ايه الدوله بتشتغل وفيها كفاءه في التشغيل، وبالتالي بيجي لها سياحه وعندها مصانع وعندها قوه تصنيعيه وبتصدر وبيجي لها دولار وبيجي لها استثمارات اجنبيه. فدي كلها طبعا حصيله لمجهود الدوله خلال عام مع العالم الخارجي. صحيح. دكتور عز الدين حسنين، استاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك.